الرأي العام كما كيعلم بالله أن سيتم انتخاب رئيس خلفا لمحمد مبديع المعتقل. كما كيعلم الرأي العام أن هناك حزبين اكس 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 وحزب ادراك اللي كتباراو على هذه الرئاسة. هذه الأسبوع اللي فات تم تأجيل يعني الجلسة لعدم اكتمال النصاب، لأن الحزب اكس كان 17 وما قدرش أنه يستطاع يجيب الأغلبية، فتم من السلطات أنهم يأجلوا هذه الجلسة اللي اليوم حضرنا لها، الجلسة الثانية اللي اليوم حضرنا وتم تأجيلها لأنه نفس المشكل عدم اكتمال النصاب القانوني. من بعد عدم اكتمال القانون يتم تداول فكرتين. الفكرة الأولى، الطرف الأول تقول بأن الجلسة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله غادي يكون انتخاب مما حضر. أما الطرف الثاني كيقول بأن الجلسة اللي غتكون نهار الاثنين إن شاء الله سيحل المجلس. من بعد الاستشارة القانونية مع الإخوة، ومن هناك من هذا المنبر هذا كنشكروا الأخ والعضو بالجهة الاسم ديالو بالخير اللي وافانا بمسائل قانونية، وإنسان اللي هو كنعرفوا عليه إنسان عنده كفاءة ومصداقية. أشنو هو هذا القرار في قضية مجلس الفقيه بن صالح؟ هل ينتخب الرئيس بمن حضر أم يحل مجلس جماعة الفقيه بن صالح بعد تأجيل الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس؟ هذا هو السؤال المطروح لليوم الرأي العام، خصنا ننوروه قانونيا. السؤال الذي يطرحه الكثير من المواطنين المتتبعين لما يقع في جماعة الفقيه بن صالح بعد الجلسة الثانية اللي كانت اليوم، وغموض القرار القانوني الذي يجب تنفيذه في حالة جماعة الفقيه بن صالح. هناك من يقول بانتخاب الرئيس في الجلسة الثالثة بمن حضر، وهناك من يقول باستمرار التأجيل إلى حين حل المجلس. القانون التنظيمي 113/14 وهو المنظم للجماعات الخاص بالجماعات الترابية حدد نصوص تنظيمية لسير المجلس وكيفية انتخابه. وهنا سنحاول في هذا الفيديو أننا نقرب المتتبع الشأن المحلي من النصوص القانونية. الرأي الأول يقول بانتخاب الرئيس بمن حضر يعتمد على المادة 42 من القانون 113/14 الخاص بالجماعات الترابية. هذه المادة خاصة بمداولات المجلس فقط، وفيها لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. هنا ما كتوفرش لنا، هنا ما كاينش أعضاء مزاولين مهامهم، وكيتوجه هذا الاستدعاء الثاني في ظرف 3 أيام على الأقل وخمس أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول وبعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. فهذا إذا لم تتم في الاجتماع الثاني النصاب القانوني هو اليوم اللي حضرنا ليه اليوم المشار عليه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي اللي كان غادي يكون يوم السبت ولكن تأجل يوم الاثنين من أيام العمل، وتكون مداولته صحيحة كيفما ما كان عدد الأعضاء حاضرين. هذه المادة التي اعتمدها من يقول بانتخاب الرئيس في الجلسة الثالثة بمن حضر خاصة بمداولات المجلس. يعني شوف القانون شو يقول لك، تقول لك بلي ان هذه الماده راه غير خاصه بمداولات المجلس وليس انتخاب الرئيس واجهزه المجلس من مكتب ونواب وكاتب ونائب ورؤساء اللجان ونوابين. الراي الثاني الماده 9 من القانون التنظيمي 113/14 والتي تقول يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهام. يعني إحنا ما عندناش أغلبية المطلقة، وتحديد المادة 9 من هم الأعضاء المزاولين مهام. المادة واضحة وتؤكد أن عمل انتخاب الرئيس ونوابه لا يمكن أن تكون صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. إحنا ما عندناش أغلبية مطلقة للأعضاء،
وسكت القانون عن تجديد الحل للمقطع القانوني في حالة عدم اكتمال النصاب. لن نخوض في المادة اللي هي المادة 13 من نفس القانون، لأن شرط انعقاد الجلسة هو حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، في حين المادة 13 تفصل كيفية انتخاب الرئيس، لأن المادة 13 هي اللي كتورينا كيفية انتخاب الرئيس في حالة التعادل وعدم الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات، وهذه هي الحالة اللي كاينة في مدينة الفقيه بصالح. والحال أن المادة 9 تحكم بعدم صحة انعقاد الجلسة أصلا إلا بوجود الأغلبية المطلقة لانتخاب الرئيس. السكوت القانوني لا بد له من تفسير ومخرج، وقد تلجأ السلطة المحلية للمادة 72 من القانون التي تقول: إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز للعامل الإقليم أو جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس. وهذه الحالة اللي كنعيشوها دابا، ويمكن تفسير عدم اكتمال النصاب بتهديد مصالح الجماعة والمس بحسن سير المجلس، وهو القرار الأقرب للقانون في حالة جماعة الفقيه بصالح التي نعيشها، والتي نبهت لقصور قانوني في القانون التنظيمي 113-14. لا بد أن يتم تداركه في المستقبل بتعديل القانون لضمان استمرار المرفق العام. وهنا في تم واحد نقطة مهمة، أنه هذا القانون 113-14 يجب تعديله من أجل أن المصالح ديال المواطنين ما تعطلش. هذا رأيي في الموضوع واستنادا للقانون التنظيمي 113-14. يعني هنا كنشوفوا باللي ان باش غادي في الجلسه الثالثه يوم الاثنين يتم انتخاب ما حضر، هذا غير اقرب للقانون. اما الطرف الثاني انه سيتم حل المكتب يعني المجلس، يعني هذا هو اللي اقرب للقانون، وتحياتي.